أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في الجلسة الأخيرة، وهي جلسة قراءة وتداول التوصيات الخاصة بالمحاور الثلاثة، المحور الأول والثاني الذي كان البارحة، والمحور الأخير الذي كان اليوم. ورئيس هذه الجلسة هو الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والأمين العام وعضو مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي سابقا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم جميعا بالخيرات والمسرات. أصحاب الفضيلة، بعد شكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وكرر الشكر والتقدير للبنك الأهلي السعودي على الدعوة الكريمة وعلى إقامة هذا اللقاء المبارك. قبل البدء في قراءة التوصيات أحببت أن أشير إلى ثلاثة نقاط رئيسة على عجل. الأمر الأول، حقيقة الإجراء الذي مر به إعداد هذه التوصيات قد مر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، منظمو الندوة قد طلبوا من كل باحث إعداد مسودة توصيات تتعلق بالمحور الذي استكتب فيه، ثم بعد ذلك جمعت التوصيات من الباحثين في كل محور، وبعد ذلك عقدت لجنة داخلية داخل الفريق العمل الشرعي في البنك الأهلي، وتمت المراجعة والتعديل عليها، ثم بعد ذلك عقدت لجنة صياغة مرة أخرى في اليوم أمس واليوم. بعد كل جلسة عقدت لجنة التوصيات كما سمعتم الإعلانات، وتتضمن الباحثين والمعقبين، ثم بعد ذلك جمعت في مراجعة أخيرة، وهي ما سيتلى بحول الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، سيتم في آخر هذا اللقاء كذلك تزويد جميع الحاضرين بالإيميل الذي يرجو المنظمون إرسال التعقيبات أو الملاحظات عليه، وكما هي منهجية إدارة الندوة منذ أقل شيء، هذه في انعقادها الثاني الآن، جميع التعقيبات ستؤخذ بعين الاعتبار بطريقين، إما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بها في نص التوصيات، وإما سيتم إضافتها في الهوامش إن كان رأياً آخر أو تعقيباً، فكل ما سيصل سيتم أخذه بعين الاعتبار بحول الله سبحانه وتعالى، وسيتم عكسه بشكل مباشر إما في الصلب أو في التعقيبات أو التعليقات في الحواشي. أخيراً كذلك يرجو الإخوة إرسال التعقيبات أو الملاحظات خلال أسبوعين من هذا اليوم، يعني الخميس بعد القادم بحول الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى طلب الزملاء في إدارة الندوة من إرسال المقترحات للموضوعات للقاءات القادمة ابتداء من السنة القادمة بحول الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم الآن في بدء تقديم التوصيات، وهي ستكون كذلك معروضة على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عقد البنك الأهلي السعودي ندوته 13 يومي الأربعاء والخميس 11-12 جماد الأولى عام 43 و400 وألف للهجرة، الموافق 15-16 ديسمبر عام 21 و2000 للميلاد، التي خصصت للنظر في موضوع التحول إلى مؤشر الـ RFR والآثار المترتبة عليه في المنتجات المالية الإسلامية، وموضوع أثر تكلفة التكافل وإعادة التكافل على مشروعية التعامل مع شركات التأمين التجاري، وموضوع الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسلامية، وقد حضرها عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والباحثين في الفقه والاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى خبراء وممارسين مصرفيين. وقد استعرض المشاركون على مدى يومين البحوث التي أعدت لمحاور الندوة، واستمعوا إلى التعقيبات والمناقشات على تلك البحوث التي اتسمت بالصراحة والنقاش العلمي البناء، وانتهت الندوة إلى التوصيات الآتية. سنستعرض الآن محورا، سأقرأ كامل المحور الأول ثم نقف لأي ملاحظات أو تعقيبات أو شيء من هذا القبيل، ثم ننتقل إلى المحور الثاني كذلك، ثم ننتهي بالمحور الثالث بحول الله سبحانه وتعالى. أستأنف. توصيات المحور الأول، التحول إلى مؤشر RFR والآثار المترتبة عليه في المنتجات المالية الإسلامية. أولاً،
أهمية المؤشرات في أعمال المصارف الإسلامية. واحد، يؤكد المشاركون على أهمية المؤشرات في النشاط المصرفي الإسلامي وعلى ما صدر من اجتهادات جماعية منذ بداية عمل المصارف الإسلامية على جواز العمل بالمؤشرات المعمول بها في النشاط المصرفي العام. اثنين، لا سبيل حاليا إلى انفراد المؤسسات المالية الإسلامية بمؤشرات خاصة بها عن المؤسسات التقليدية لما يترتب على ذلك من اختلالات في السوق المالية وإضرار بالمصلحة العامة وتوصي الندوة بضرورة العمل الجاد على إيجاد مؤشرات بديلة للآر إف آر. ثانيا، المؤشر الخالي من المخاطر آر إف آر. يؤكد المشاركون على ضرورة الالتزام في جميع العقود بالمتطلبات الشرعية وعلى أهمية الابتكار والتطوير لهياكل التمويل الإسلامي للتوافق مع المؤشرات الجديدة الخالية من المخاطر RFR، ويقدرون الجهود التي بذلت من اللجان الشرعية ومؤسسات الصناعة المالية الإسلامية في تطوير وابتكار النماذج المتوافقة مع الضوابط الشرعية. ثالثاً، صيغ التوافق مع المؤشرات الخالية من المخاطر في عمليات التمويل بالمرابحة. ناقش المشاركون صيغ التوافق مع المؤشرات الخالية من المخاطر في عمليات التمويل بالمرابحة وانتهوا إلى القبول المبدئي للصيغ الآتية. واحد، هيكل مرابحة قائمة على مرحلتين، مرابحة مؤجلة ومرابحة حالة. اثنين، هيكل مرابحة بهامش ربح أعلى مع الالتزام بإسقاط ما زاد عن ربح المؤشر، وعلى اللجان الشرعية العمل على ضبط هذه الصيغ بما يحقق المتطلبات الشرعية. ثلاثة، توصي الندوة اللجان الشرعية بإعادة دراسة صيغة المرابحة بربح متغير. رابعا، صيغ التوافق مع المؤشرات الخالية من المخاطر في عمليات التمويل بالإجارة. ناقش المشاركون في صيغ التوافق مع المؤشرات الخالية من المخاطر في عمليات التمويل بالإجارة وانتهوا إلى القبول المبدئي للصيغ الآتية. واحد، هيكل إجارة بأجرة أعلى من سعر المؤشر مع الالتزام بإسقاط ما زاد عن المؤشر. اثنين، هيكل إجارة تحسب فيه الأجرة يومياً كل يوم بحسبه وفقاً لسعر المؤشر، بحيث يتجدد عقد الإجارة يومياً ويعتبر إعلان المصرف عن الأجرة الجديدة بناءً على تغير المؤشر إيجاباً، ويعد سكوت العميل قبولاً، ويعتبر امتناع العميل إنهاءً للعقد. ثلاثة، هيكل إجارة قائم على مرحلتين، إجارة ثم مرابحة لتغطية المؤشر. أربعة، هيكل إجارة مقسم على فترتين، بحيث تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند بداية التعاقد، وأجرة الفترة الثانية تحدد بناء على سعر المؤشر في نهاية الفترة الأولى قبل بداية الفترة الثانية. وعلى اللجان الشرعية العمل على ضبط هذه الصيغ بما يحقق المتطلبات الشرعية. خامساً، يوصي المشاركون الجهات الإشرافية والرقابية على المصرفية الإسلامية بأن تأخذ في الاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية في هيكلة العقود والمنتجات في التوافق مع المؤشر الخالي من المخاطر. سابعاً وأخيراً، توصي الندوة مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية وجهات البحث العلمي باستكمال البحث وتطوير البدائل الشرعية في هذا الشأن. انتهت التوصيات في المحور الأول. أنا بس عندي تعديل على هذه التوصيات إضافة، لأنه العائد الخالي على المخاطر يحتمل أن يكون يتحدد لاحقاً ويتحدد مسبقاً، اللي يسموها backward looking وforward looking. الforward looking يسموها term rates، هي تشابه الليبر حالياً في التحدد مسبقاً يعني، فهي أيضاً تسمى عائد خالي عن المخاطر. فعشان بس نكون يعني واضح انه هذه الهياكل كحلول بديله هي للعائد الخالي عن المخاطر الذي يحدد في نهايه فتره التمويل، فلو يضاف هذا اعتقد افضل يعني. طيب، اي تعقيب او تعليق اخر شيخ عبد الله؟ اذا في مايكروفون. السلام عليكم. في
التوصية الأولى أهمية يؤكد المشاركون على أهمية المؤشرات في النشاط المصرفي الإسلامي وعلى ما صدر من اجتهادات جماعية على جواز العمل بالمؤشرات المعمول بها في النشاط المصرفي. فيه ينبغي أن يضاف إلى هذه التوصية تأكيد على ما تم التوصية به في مؤتمرات ولقاءات سابقة على استحداث مؤشرات إسلامية. يعني إذا كان هذا الأمر طولب به منذ 27 عام فينبغي أن يتعزز الآن أكثر بدلا من أن ننساه بالكلية. الشيخ عبد الله، ما يخدم هذه التوصية ما جاء في نهاية 2 وتوصي الندوة بضرورة العمل الجاد على إيجاد مؤشرات بديلة للآر اف آر؟ هذا كأنه فقط للآر اف آر، يعني هذا المؤشر خاصة، لكن نحن نتحدث عن وجود مؤشرات إسلامية في كل المجالات. هل بالإمكان أنه مثلا لو أضيف في الفقرة الأخيرة بضرورة العمل الجاد على إيجاد مؤشرات بديلة للآر اف آر والمؤشرات القائمة؟ ممكن، يعني المهم المعنى يعني ممكن يصاغ به. الآن القبول المبدئي يا دكتور حامد، لما يقال هنا انتهت وانتهوا إلى القبول المبدئي، يعني هو كثير من الأشياء التي ذكرت وقع فيها شيء من النقاش والتردد. هذا القبول المبدئي يقصد به التعبير عن الأعم والأكثر، ولا ماذا يرد بالقبول المبدئي؟ يعني هل القبول المبدئي هو قبول جميع المجتمعين على لهذا الأمر ولا ماذا؟ زي ما ذكر الدكتور أنه هذا الرأي العام لغالبية الحاضرين، وإن كان هناك تحفظات وكانت هناك تحفظات من بعض الحاضرين فسيشار لها عند استلامها على الإيميل، سيشار لها في التعقيب في حاشية كل فقرة. يعني التعقيب إن وصل التعقيب على هذه الفقرة سيشار مع التحفظ، وقد تحفظ بعض الحاضرين على كذا وكذا، سيدرج في الحاشية. كأني أرى أن استبدال القبول المبدئي بأن الأكثرية أو الكثير أو كذا ونحو ذلك، لأن لما يقال انتهوا إلى القبول المبدئي كأن الجميع منتهين إلى هذا الأمر، وإنما يحتاجون إلى ضبط للصيغ، بينما بعض الصيغ التي ذكرت هناك من لم يقبلها أصلا. فلعل يكون في التعبير أن انتهوا إلى أو انتهى الأكثر إلى القبول بهذه الصيغ ونحوها. كان من المقترح إذن الصفحة الأولى في أول التوصيات وانتهت الندوة إلى التوصيات الآتية بأغلبية الحاضرين، ممكن يشار بأنه بمعنى لا يلزم كل توصية من التوصيات أنه كل واحد من الحاضرين قد وافق عليها، فتعطيها معنى هذا المعنى. إذا تضعها في الأول. جميل. طيب. الدكتور عبد الله. على ما تفضل به الدكتور عبد الله بوكيل الشيخ، يلزم إذن أن يستبعد البند الثاني من أولا، لأن هنا فيه عندما يقال لا سبيل حاليا إلى انفراد المؤسسات المالية الإسلامية بمؤشرات خاصة بها عن المؤسسات التقليدية، يعني هل هذا هو ما انتهى إليه النقاش بالأمس؟ في مقترح. طيب دكتور عبد الله، قبل شوي قال دكتور مو قال توضع صيغة إسلامية؟ اي اضيف في نهايه الفقره نفسها دكتور. انا قصدي يتنافى هذا مع البند لما نقول لا سبيل حاليا الى انفراد المؤسسات الماليه الاسلاميه بمؤشرات، ثم كيف نقول نحط مؤشرات اسلاميه؟ طيب، لكن يعني الايراد على البند نفسه، يعني هل هو هل ما اتجه اليه الحضور بالامس انه لا سبيل الى انفراد المؤسسات الماليه الاسلاميه بمؤشرات خاصه بها والمصرف الإسلامية تعجز عن أن تنفرد بمؤشر خاص بها، لكن يجب العمل عليه. هذا توصلت له اللجنة، إن كان هناك تحفظ من الأغلبية على ذلك. الدكتور علي، كان لكم تعقيب على نفس الفقرة؟ خذ بس المايك لو سمحت. طبعا هو كان خلاف بين الحاضرين في أهمية وجود مؤشر، لكن الواقع الحالي أنه لا يمكن انفراد مؤسسات، هذا محل اتفاق، والعبارة فيها احتراز، يعني لا سبيل حاليا هو واقع، هذا ما هو جميل. طيب، فإذا نمضي على هذا ويكون التحفظ يشار كما ذكر الأستاذ حمزة، سيشار حتى بالأسماء في الحاشية، يشار للأسماء المتحفظين. طيب،
دكتور موسى؟ ناقش المشاركون صيغة التوافق مع المؤشرات الخالية من المخاطر والحملات وانتهوا إلى القبول المبدئي للصيغة التالية. فكأن هذا يشعر كأن هذه الصيغ هي مؤشرات، بينما هذه الصيغ ليست مؤشرات، هي بدائل تستخدم للمؤشرات، أليس كذلك؟ هي بدائل للمؤشرات، هي ليست مؤشرات، لأنك أنت قلت ناقش صيغة التوافق مع المؤشرات الخالية، فلو قلت البدائل لكان أفضل، الله أعلم. المعنى يعني حقيقة صيغ توافق تعطي معنى البديل، يعني ربما يعبر ببدائل للمؤشرات الخالية أو صيغ للتوافق، فأظن أنها تعطي نفس المعنى إن رأيته. طبعا بالمناسبة كل الملاحظات تسجل قاعد الآن تسجل. جميل، أنا يمكن أدافع لأني كنت في اللجنة التي شاركت في سيارة المسودة، فيمكن أوضح بعض النقاط التي تتعلق. هو تمت مناقشة البدائل أو الصيغ، والصيغ أدق، يعني لأن البدائل لما نقول بدائل للمؤشر يعني معناها أن نبحث عن مؤشرات بديلة، وهذا غير مراد، هي صيغ شرعية تتم بالتوافق مع المؤشر. واضح، بمعنى البديل أنه هو يعني يستبدل ذاك، بينما هذه هدفها آليات للتعامل مع الواقع الحالي. واضح واضح. أي تعقيب آخر فيما يتعلق بالمحور الأول؟ دكتور الصف الثاني. جزاكم الله خيرا. مكتوب هنا هيكل مرابحة بهامش ربح أعلى مع الالتزام بإسقاط ما زاد. طيب لو حصل انخفاض هل أيضا يلتزم بالتعويض المعاكس هنا فقط مع الالتزام بإسقاط ما زاد عن ربح المؤشر؟ لا، الصيغة في فقط الإسقاط في حال الزيادة فقط. نعم، لو حصل انخفاض هيكون في نفس هيكون في وعد بالدخول في مرابحة حالة التعويض بهذا الفرق، فهيكون في المرابحة التالية، في عقد المرابحة التالية التعويضية. لا، الثانية الاقتراح الثاني ما في مرابحتين، مرابحة واحدة فقط. الاقتراح الأول كان فيه مرابحتان لكن الثاني مرابحة واحدة. نعم، الصيغة يتحمل فيها البنك إذا ارتفع سعر المؤشر عن المتفق عليه في العقد، هذه مخاطرة على البنك، لكن إذا نقص سعر المؤشر فالبنك ملتزم بإسقاط ما زاد من الربح عن سعر المؤشر. لكن يعني لكن ممكن يعاد ما زاد من ربح البنك عن سعر المؤشر، ممكن يقيد فيوضح. لكن يا شيخ بس أنا بس أود أن أؤكد أنه هذا الهيكل ناقص يعني بالطريقة هذه، يعني هو لابد من أيضا تغطية الحالة هذه، يعني بحيث واللي موجود الآن مقترح على الأرض أنه بناء على الوعد يدخل العميل مع البنك في عمليه تعويضيه على طريق مرابحه حاله. الهيكل الاولى ذكرت، الهيكل الاولى فيغطيها، يعني ممكن نستخدم خلاص. طيب الهيكل الثانيه اللي قبلها المشاركون فيها ممكن نستخدم الاثنين، فيها مخاطره بس توكلنا على الله. صحيح، حقيقه اضافتها مهمه يعني لنفي التوهم، الاشاره لها. يعني ممكن يا شيخنا يضاف فيها بإسقاط ما زاد عن ربح المرابحة، بإسقاط ما زاد من ربح المرابحة عن سعر المؤشر وتغطية حالة النقص. لا، لا بس هذه ما فيها اتفاق. الهيكل اللي طرح من المشايخ يتحمل فيها البنك المخاطرة، هذه انتهى للقبول المبدئي فيها أمس في عدة صياغ منها هذه الصيغة. فنقصد وجود التوهم الآن، يعني بغض النظر عن آلية التعامل، لكن النص على التعامل مع حالة النقص مهمة لأجل نفي التوهم. ممكن يقال الشيخ ويتحمل البنك المخاطرة في حال ارتفاع المؤشر عن المتفق عليه في العقد. النقص ما عندنا في مشكلة يا شيخنا الآن، أنا جيت وأخذت المرابحة بس برأس المال والربح، والمؤشر زدنا عليه شوي، ويلتزم البنك بإسقاط ما زاد من ربح المرابحة عن سعر المؤشر. في حالة النقص اللي ذكرها الدكتور ما فيها مشكلة، هذه البنك ملزم بالإسقاط. المخاطرة تقع على البنك لو أن يعني لظرف معين زاد المؤشر عن الربح المتفق عليه في المرابحة،
في الهيكل الأول مغطى بالوعد، في الهيكل الثاني من أجازه يجعل هذه مخاطرة على البنك، فلو أضفت فيها الوعد رجع الهيكل الأول، هذا قصدي. نقترح الصياغة بس نكمل شيخنا، معلش لأنه يعني شيخ عشان نزيل التوهم اللي جاء، لو قلنا هيكل مرابحة بهامش ربح أعلى مع هذه القديمة للأسف ما هي بالمعدلة، أي لو ترجع الشاشة يا شيخ. يعني شيخنا لو قلنا هيكل مرابحة بهامش ربح أعلى مع الالتزام بإسقاط ما زاد من ربح المرابحة عن سعر المؤشر، النقص مخاطرة، هذه أمس ناقشنا فيها وقالوا اسكتوا عنها، لأنه هذا البنك من أجاز هذا الهيكل يعني يريد من البنك أنه يكون شاطر بدرجة أنه يحسب هذا في عند تثبيت السعر. أما إذا ارتفع المؤشر أكثر من سعر ربح المرابحة فيها مخاطرة على البنك لا شك. سعر المؤشر ربح المرابحة عن سعر المؤشر يا شيخ. نعم جميل. طيب ماشي كذا. السلام عليكم. واضح النقطة اللي يتكلم عنها الدكتور عثمان، ولكن يعني أنا ما أراه من المناسب أن تكون في إجازة للمرابحة الحالة في الهيكل الأول، وكأنما يجوزون أنه يجوز تعديل السعر إذا كان سعر المؤشر أعلى، وهنا في الهيكل الثاني يمنعونه إذا كان أعلى، فكأنما يعني الآن في تناقض ما بين إجازة الهيكلين. الهيكل الأول المرابحة الحالة تجيز للمصرف الحصول على الربح إذا كانت تكلفة المؤشر أعلى من سعر المرابحة، أما في الثانية فمنعوها، فهذا في تعارض ما بين الهيكلين وكلهم مجازات. طب لماذا يعني؟ ما في بس. بس نعقب التعقيب الأخير، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أرى أنه الهياكل بذكرة بالطريقة هذه يعني هي جدا فيها اختصار، وهذا الاختصار قد يخل عند التطبيق العملي للناس الممارسين في البنوك، وأرى أنه يعني يكون في تفصيل بالذات في الهيكل الأول، لأنه هيكل مرابحة قائم على مرابحتين، مرابحة مؤجلة ومرابحة حالة، و كلنا نعرف أنه كانت هذه الهياكل نقشت من عدد من الهيئات الشرعية وذكرت التفصيل أنه مرابحة الأولى مؤجلة طويلة الأجل، ثم الثانية حالة لتغطية المؤشرات. أيضا كان في هيكل ثالث ولم يذكر، وكنت أتمنى أنه التوصية يعني ذكرت الهيكل الثالث اللي هو المرابحات المتتالية إما بالإجازة أو المنع، حتى يعني يزيل هذا اللبس عند التطبيقات العملية في البنوك. كان جزء حقيقة من المعالجة، الآن معالجة عدم ذكر الجزء، لأنه الآن واضح أنه كان فيه خلاف بين يعني حتى في لجنة الصياغة بين الحالة الثانية حالة النقص، ولذلك عن عمد سكت عنها لإعطاء يعني مساحة أكبر للهيئات الشرعية للتعامل مع هذه الحالة في حالة كل بنك على حدة. يا دكتور حامد، أنا اللي أقصده أنه في هيكل ثالث مرابحات المتتالية ولم يذكر يعني، فكنا نتمنى لو ذكر في التوصية يعني. أبشر سأرجع لذلك. أنا الآن كنت أتكلم في الجزء الأول على الفقرة الأولى والثانية، وبالأخص الثانية النقاش اللي تم التداول في حالة النقص يعني تم السكوت عنه لغرض، ولعله ربما يكون هو الأفضل، وإذا في أحد عنده في التعقيبات يمكن أن يضاف في الهوامش. الميكروفون في الصدفة. طبعا الشيخ هذا اللي أثاره الشيخ عبد المحسن أوثي أيضا نوقش أثناء صياغة التوصيات، والهياكل اللي طرحت كلها هي قائمة على مرابحتين، سواء برأس المال ثم تغطية المؤشر، أو برأس المال مع جزء من المؤشر، أو مرابحة مؤجلة ثم مرابحة حالة، ويتكرر عدة مرات، وبالتالي العموم الموجود في الصيغة الأولى يغطي جميع الأربع صيغ اللي نوقشت أثناء الجلسة.
واضح. أنا والله أميل إلى أنه يعني في التوصيات تذكر جميع الصيغ التي نوغشت في الأبحاث، واحد واثنين وثلاثة وأربعة كما هي، كما هي وردت في الأبحاث، وقد يعني بعدك تأتي التوصية بأنه هذه الاثنين مثلا، لأنه كده أنك أنت ضيعت جزء مما هو وارد في داخل الأبحاث، وأيضا أغمضت النظر عن يعني الصيغة الثانية، كأنك بتقول مثلا مجازة أو ما مجازة، أو على الأقل أنت بتشير هنا إلى أن هذه التي الندوة وافقت عليها، فذلك أفضل. يعني كما شفنا مثلا في المجمع وغيرها بيناقش، بيعطي ما تم مناقشته في الأبحاث، وبتأتي بعد ذلك التوصية بأنه وصت بهذا بالموافقة على هذه. سياق يكون في المراسلات افضل، حتى ما يعني الان لو يركز النقاش على المخالفه، اذا هناك مخالفه لما في الماده يذكر الان، اذا كان عباره تحسينيه او اضافات تذكر لاحقا يعني. طيب، فالاهم من هذا كله الان انه الموضوع اصلا يعني اعد بهذه الطريقه مع يعني واضح وجهه النظر الاخرى وحقيقه لها وجهها كذلك، لكن لجنه الصياغه كتبت الصياغه بهذه الطريقه لاجل اعطائها العموميه واعطاء المرونه الاكبر، عدم البت فيها. فهذا لا يمنع من كما ذكر الاخوه مره اخرى ارسالها بالايميل لمحاوله عكسها ان لم يكن في الصلب، مره اخرى اقل شيء ستعكس ان شاء الله في هامش نفس الفقره محل المناقش. طيب، اي شيء؟ تفضل دكتور. أنا مداخلتي في موضوع آخر، في موضوع الإجارة، فما أدري هل ننتقل للإجارة أو ما طيب، بالنسبة للإجارة كان هناك طرح في الندوة أن الإجارة تتوافق مع المؤشر الجديد دون حاجة للبحث عن بدائل، فهل من المناسب الإشارة إلى هذا الاحتمال بحيث تصدر رابعا بأن كان هناك اتجاهان، اتجاه رأى عدم الحاجة إلى بدائل باعتبار أن المؤشر الحالي يتوافق مع الإجارة، والاتجاه الآخر ضرورة البحث عن بدائل ثم تذكر هذه البدائل؟ لعله لو أحد من لجنة صياغة المحور، لكن يظهر أنها طبعا هي كما ذكرت شكل اتجاهين، اتجاه من يرى أصلا هو بطبيعته متوافق فلا حاجة في هذا الاعتبار النظر للبدائل، لكن لعلهم مالوا إلى هذا التوجه ونشوف. ايضا يا شيخ لو تقرا رقم 2 هيكل اجاره تحسب فيه الاجره يوميا، يعني عمدنا الى ان ما نقول يعني لو تنزل تحت بحيث يتجدد عقد الاجاره يوميا. لحظه معلش، لو تنزل يا شيخ ما ينطبق. صح الى هذه اذا تضاف يا شيخ، هذه تضاف. شيخ انا اذا اذنت انا اشوف انه كان في المحور أو في النقاش إثبات أقوال رأت أن الاعتماد على المؤشر بشكل مباشر في التعاقد سواء في المرابحة أو الإجارة هذا أمر مشروع، وأذكر في المسودة التي بين أيدينا مثبت هذا الأمر، أنه ذهب بعض المشاركين إلى جواز إبراء هذه العقود وفيها تعليلات، فأنا أرى أنها تبقى يعني بهذه الصورة، ولا مانع أن تكون توصية لمزيد بحث. في احد عنده تعليق على نفس الفقره؟ ان هذه يعني قيمه علميه او راي صرح به يثبت طبعا بلا شك. مره اخرى دكتور علي، انه بلا شك هذا الراي وغيره سيشار له في نفس الموطن في نفس المحور سيذكر لك. خلينا نشوف اذا في تعليق اخير عليه. تفضل. بس شيخ معناته اذا يعني احنا نضيف الان الاجاره بالاجره المتغيره بناء على تغير المؤشر، هذا نضيفه اذا. لا الآن في رقم 3 ما أضفنا إلى أنه مو بهنا الشيخ في المرابحة، لو تشوف رقم 3 في المرابحة كأننا قلنا توصل ندوة اللجان الشرعية بإعادة دراسة صيغة المرابحة بربح متغير، فقد يضاف شيء مثل هذا للإجارة بأجرة متغيرة مع المؤشر مثلا، لأنه الشيخ يوسف أمس ذكر النقطة هذه بأنه الإجارة ما في شيء يمنع أنها تكون بأجرة متغيرة أصلا، وهي صيغة مذكورة طبعا حتى في بحثي أنا مذكورة يعني.
نضيفها إذا متفقين على هذا. ما أدري شو رأيك. لذلك الأفضل أن نأخذ طيب. طيب فإذا الآن سنضع الملاحظة هذه الآن ستثبت بحيث بالأخص نبدأ من حيث التوصية التي انتهيتم إليها في هذا السياق، ولعلها إن شاء الله تضاف لنفس صلب النتائج. هذه أخذت بعين الاعتبار شيخنا الشيخ نظام. هذا في الإجارة اللي شوي هنا اللي مكتوب بحيث يتجدد عقد الإجارة يوميا، هذا كلام خرطي، ما في شيء اسمه عقد الإجارة يتجدد يوميا. يعني ممكن تقولون أن الأجرة يوميا تحسب حسب مؤشر أو شيء أو كذا. ما رأينا احنا في الدنيا كلها، أنا 40 سنة في البنوك، شيء اسمه عقد إجارة يومي، ما يوجد هذا ولا يمكن أن يوجد لا في العالم الغربي ولا في العالم، إلا كان فندق مثلا أو شيء من هالقبيل. عقود الإجارة كلها سنوات مثلا أشهر، ولكن يتفق فيها على أجرة، تعيين الأجرة هذه هي موضع البحث. أما أن عقد الإجارة يتجدد يوميا، هذا كتبوا بعضهم في البحوث، لكن كلام ليس له في الواقع لا في القانون ولا في شيء يعني من التطبيقات العملية. نعم أنه تستحق الأجرة يوميا بالاستهلاك، باستهلاك المنفعة، الاستحقاق شيء، وأما أن يكون أن العقد نفسه يتجدد يوميا، فأنا والله ما أعرف. هل أحد منكم رأى عقدا مكتوب فيه أن هذا العقد يتجدد يوميا؟ هذا وايد حلو. إذا واحد مستأجر عمارة مثلا بمليون، وبعدين كل يوم لحق أنه يجدد وما يجدد يجدد، يعني هذا يفتح باب كبير للفوضى ولغيره. فلا لا يعني شيء اسمه عقد يتجدد العقد يوميا، فأنا ما رأيته. شيخ نظام، IIFM الهيئة الشرعية لIIFM أجازت هذا الهيكل كما هو كذا. إيه بس يتجدد عقد الإجارة يوميا. نعم. بهذا النص. نعم، وهم كانوا ينصون على أساس أنه العميل له حق نقض العقد في حال لم يوافق على المؤشر، ويعني يكون له فرصة أنه يرى المؤشر في موقع البنك يوميا. إيه يوميا هذا الهيكل حق IIFM يعني أخذنا إحنا. لا ما يخالف يتجدد، يعني إذا تعيين المؤشر هو الذي يتجدد وليس العقد. احنا ما عندنا مشكلة، اذا اللجنة رأت تعديل هذا نعدله. يعني انا ارى ان كلمة يتجدد العقد يوميا هذا امر وهمي، ما يوجد في العقود، يعني في العقود لا يوجد يعني. حتى وان كان له الخيار، لكن هل هو معناته ان العقد يتجدد يوميا؟ لا ادري. يعلن المصرف المؤشر، واذا ما يخالف هذا المؤشر، الموافقة على المؤشر وليس على العقد. العقد الإجارة أنا استأجرت منك عمارة لعشر سنوات، وثم بعد ذلك اتفقنا على كيفية تحديد السعر مثلا كل سنة كل شهر كل يوم، هذه مسألة أخرى. أما تجدد العقد كله ما أدري، اسألوا القانونيين هل هذا شيء موجود في الدنيا؟ إذا شيء ما موجود إحنا نتخيله كشرعيين ونحطه، يضحكون علينا القانونيين، يضحكون علينا والخبراء يضحكون علينا ويقولون شنو يتجدد عقد يوميا، عقد إجارة طيارة ولا عقد إجارة برج 100 طابق ولا كذا، ما في شيء اسمه يتجدد عقد الإجارة يوميا. سيد الدكتور، حتى هم الآن وضعوا أثر ذلك، قالوا ويعتبر امتناع العميل إنهاء للعقد، فجعلوا يعني بمعنى أنه صار يعني أشبه بخيار شرط من حق المستأجر أنه ينهي العقد في أي وقت بهذا الاعتبار. يعني أنا أبدأ واقعيا تطبيق هذا عليه هناك حتى في IIFM، يعني في فرق بين عقد الإجارة الممتد وبين أن نتفق على أسس للأجرة. فمثلا لو اتفقنا أن عقد الإجارة 100 سنة، ولكن في كل سنة لي حق أن أرفع 10%، فإذا أنت ما وافقت لك حق الفسخ. مو معنى هذا أن عقد الإجارة يتجدد في كل يوم، هو العقد واحد ولكن مبدأ تحديد الأجرة. والله ما أدري، راجعوا هذه الموضوع، يعني أنا حاك في نفسي وكذلك أثرته في الـ IIFM،
لكن ما أخذوا برأيي، فأنتوا كيفكم عادت. واضح دكتور، أضيفت الملاحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان بدي لو أشار المشاركين في التوصيات إلى الآن حالة السايبر والإنهانسمنت سايبر اللي هو السايبر البديل. حسب النقاش المعلن مع البنك المركزي السعودي أنه الآن السايبر لن يتغير، والذي سوف يتغير هو فقط طريقة احتساب السايبر، وبالتالي يعني طريقة إعلان السايبر وكذا لن تكون مثل المؤشرات العالمية اللايبر وسوفر وغيرها. فكان بدي لو أشاروا إلى ضابط أنه في حال أن الأثر لم يتغير فبالتالي تبقى العقود كما هي مطبقة يعني، وهذه حقيقة يعني لا بد الإشارة لها يعني. جميل. يعني حقيقة كما ممكن هو عنوان المحور كان مختص بالآر إف آر، فربما الخروج عن نفس الموضوع الأصلي ومع أهمية الفقرة. هو دكتور حامد إذا سمحت لي، الآر إف آر هذا ما هو مؤشر، هو تعبير عن المؤشرات الخالية من المخاطر. كلامك سليم، لكن لذلك أنا كنت طالب إنه آر إف آر الذي يحدد في نهاية الفترة. نعم. السايبر يحدد في بداية الفترة، فخارج خارج عن نطاق البحث أصلاً. صحيح. فلذلك حتى السايبر الانهانسد هذا يحدد في بداية الفترة. صحيح. يعني إحنا الآن نتكلم عن العوائد الخالية من المخاطر التي تحدد في نهاية الفترة. صحيح. يعني أنا ممكن نادرا ما أختلف مع الشيخ النظام يعقوبي، لكن كأني أختلف معه فيما ذهب إليه في هذه المسألة، لأنه يعني عقد الإيجار لا يعتبر منعقدا، طالما أنه لأنه عقد الإيجار ينعقد بشرطين، يعني معلومية الأجرة ومعلومية العين الاتفاق عليها. فأنت إذا كانت الأجرة متغيرة لابد من أنك في هذه اللحظة كل يوم الطرفان يتفقان على أن هذا العقد مستمر بأجرة كذا، الأجرة تتغير، إذا رفض الطرف الآخر القبول بالأجرة فمعنى ذلك انفسخ العقد، فبالتالي كأن العقد تجدد من جديد. دكتور أتوقع لا أنت ولا الدكتور نظام مختلفين، أتوقع كتأصيل شرعي أتوقع جميع متفق، لكن الدكتور هل يمكن أن تقبل البنوك أنها تجعل عقودها تنفسخ كل يوم؟ هذا أتوقع أنه كان تحفظ الدكتور نظام وليس فيه هناك خلاف، وسيشار إلى ذلك التعليق إن شاء الله في التعقيب. طيب إذا أذنتم بس الدكتور. هو شيخنا النص حقهم ويتم تجديد فترة الإيجار يومياً، ما قالوا يتجدد العقد يومياً، قد تكون الصياغة هذه كويسة، لكن يا شيخ فسخ العقد إذا فسخ هذا ناقشناه أمس في اللجنة، سيلزم البنك العميل بشراء الأصل المؤجر تنفيذ الوعد، لكن هذا كأنه الأخوان رفضوا كتابتها يعني، ولا هي فعلا من هالناحية يعني هي تشكل أنه وش هالبنك اللي راضي أنه يفسخ عقده في أي وقت ممكن بناء على رغبة العميل، لكن في له أثر وهو أن العميل معطي وعد بشراء الأصل المؤجر بالمبلغ الكامل يعني. تعدل شيء الآن في الصياغة؟ إذا كان المشايخ يرون أنه كلمة بحيث يتجدد عقد الإيجار يوميا يتعدل إلى بحيث يتم تجديد فترة الإيجار يوميا ممكن. تتوافق معي؟ تفضل. بعد الحمد لله رب العالمين، أنا أرى أن لو تمت الصياغة هكذا هيكل إجارة تحسب فيه الأجرة وفق المؤشر يوميا فننحل القضية. أعيد مرة أخرى، هيكل إجارة تحسب فيه الأجرة وفق المؤشر يوميا، فلعل هذا إن رأيته. هذا حقيقة. تفضل. العموم ترى اخوان في 2019 في الندوه 2019 اللي هي الندوه 12 كل التعليقات اللي وصلتنا على الايميل كلها اضيفت، ما تركنا اي تعليق، فرجاء اللي عنده اي اضافات او تعليقات الافضل انه يرسلها ايضا عن طريق الايميل، وسيتم اضافتها ان شاء الله في الهوامش.
طيب ننتقل للمحور الثاني. الآن لأنه كانت لجنة الصياغة اعتمدت على قرار IFM فرجع إلى نفس النص واعتمد نفس النص الأصلي. طيب ننتقل للمحور الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان لي تعليق على الهيكل الثالث والرابع في الإجارة. نحن كما تعلمون نعمل في صياغة العقود، فالأجرة تقسم إلى ثلاثة عناصر لو أمكن الإشارة إليها: العنصر الثابت، ثم العنصر المتغير، ثم عنصر الإجارة التكميلية. فأرى في النقطة الثالثة أن إقحام المرابحة في الإجارة يعني ليس هو الأنسب، فلو قلنا ثم إجارة تكميلية لتغطية المؤشر، وهذا نستخدمه كثيرا في تغطية مصروفات الصيانة والتأمين. وفي النقطة الرابعة أيضا لو قلنا أن أجرة العنصر الثابت من أجرة الفترة الأولى محدد عند بداية التعاقد، والعنصر المتغير من أجرة الفترة والعنصر المتغير لأجرة الفترة الثانية يحدد بناء على سعر المؤشر، لأنني في نهاية الفترة الأولى سيكون عندي العنصر المتغير معلوم في نهاية الفترة، فأستطيع أن أضيف العنصر المتغير في نهاية الفترة. وفي النقطة الثالثة أضيف الأجرة التكميلية بدلا من إقحام المرابحة في الإجارة. هذا والله أعلم. طيب دكتور، إيه نعم سجلت، ولو أرسلت كذلك على الإيميل بحيث تكون الصياغة محل تأمل مقارنة بالصياغة الحالية. أحمدكم الله دكتور حامد. الله يحفظك. يجب أنها تضاف لأنها تغطي مخاطر البنك. أحيانا من المخارج في المضايق دكتور في اللجان السكوت إحدى المندوحات لترك المجال لل... ما في شيء يسكت عليه، نحن يعني ترانسبيرنت، وإذا بيطبقوا هذا حتى لا يأتي المراقب الشرعي يقول لهم كيف هذا غير منصوص عليه في القرار. شكرا. طيب المحور الثاني وهو قصير. توصيات المحور الثاني: أثر الحاجة في التعامل مع شركات التأمين وعد التأمين التقليدي. أولاً، يؤكد المشاركون على الالتزام بالتعاقد مع شركات التكافل وعادة التكافل التأمين الإسلامي وفقاً للصيغ التي أقرتها مؤسسات الاجتهاد الجماعي مثل مجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم 187/2020 بشأن التأمين التعاوني الأحكام والضوابط الشرعية، والمعيار الشرعي رقم 26 بشأن التأمين الإسلامي، والمعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين الإسلامي الصادرين عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية. ثانيا، لا يجوز التعاقد مع شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدية إلا عند وجود حاجة عامة أو خاصة تنزل منزلة الضرورة، شريطة أن يكون ذلك بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، وتتولى اللجان الشرعية التحقق من هذه الضوابط في المؤسسات المالية عند دخولها في التأمين التقليدي. ثالثا، من الصور التي يجوز فيها الدخول في التأمين التقليدي: 1- عدم وجود شركات تكافل تحقق حاجة المؤسسة أو الفرد، وإما لتعذر تقديم الخدمة من شركة التكافل أو إعادة التكافل، أو أن يكون تصنيفها متدنيا، أو لضعف أدائها في تسوية المطالبات. 2- زيادة رسوم الاشتراك في التأمين التكافلي للأفراد عن الأسعار السائدة في السوق زيادة كثيرة عرفا، وفي إعادة التكافل بأن تكون زيادة يخشى أن تؤول إلى عجز صندوق التكافل ما لم تكن الزيادة بسبب يرجع إلى المؤمن له. 3- وجود إلزام قانوني بالتأمين أو إعادة التأمين مع عدم وجود شركات تأمين تكافلي. انتهى. تأذن دكتور، الله يبارك فيك. أقول بهذه الطريقة الله يحفظك، ألغينا التأمين التكافلي ورجعنا للتأمين التجاري. لو نعيد بس الفقرة، أنا ما عندي ورقة، لو ترفعها يا شيخنا. لا يجوز التعاقد مع شركة التأمين إلا، ثم ذكرنا الاستثناءات ألغت الأصل. هذه استثناءات كثيرة جدا ألغت الأصل، وعادتنا للمربع الأول وهو التأمين التجاري. ينبغي أن نضيق الدائرة، والضرورة تقدر بقدرها الضيق. طيب هذا نعم. هذا واحد من النقاش الموضوعي. دكتور حامد، النقطة ثانيا أنا أعتقد تحذف تماما، لأنها خلاف ما نوقش في، يعني صحيح كتبته الأبحاث، لكن كل المناقشات جرت ضد
إنه التعاقد. معليش ممكن في شركات إعادة التأمين عند الحاجة لا بأس، لكن التعاقد مع شركات التأمين أنا أقترح في أنه هذه لا تضاف إلى هذه التوصية إلى توصيات الندوة لأنها لا تشبهها. شكرا. دكتور حامد. دكتور عبد الله. عندي ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنني كتبت في لجنة الصياغة وأنا الحقيقة لست في لجنة الصياغة. المحور الثاني كتب أن اسمي في لجنة الصياغة وأنا لست من المشاركين في لجنة الصياغة. مقترح شيء ثاني لكن لا هذه ليست النسخة النهائية. طيب حتى ما يكتب الاسم. الأمر الثاني أنا الحقيقة أيضا أؤيد أن يحذف رقم 2 زيادة رسوم الاشتراك في التأمين التكافري، مع أنني ما حضرت الحقيقة اللقاء بالأمس اللقاء الثاني، لكن الذي علمته أن الاتجاه العام على العكس كان يرفض هذا، فحينما تكون هذه التوصية تشعر بأن الأكثرية كانوا على هذا الرأي ربما يكون الواقع كان بخلاف هذا. إذا أذنتم إذا في أحد متحفظ على 2 في ثالثا كرما منكم، بس نشوف عدد المتحفظين على 2 في ثالثا. كرما منكم المتحفظ على 2 في ثالثا أعني بها زيادة رسوم الاشتراك، كرما منكم وفضلا لو بس ترفع الأيادي. الصف الأول 1 2، الصف الثاني 3 4 5 6 7 8 9 هناك مين؟ إيه 9. طيب 9 وصل كم؟ أبشر دكتور. بس طيب العدد المايك يا شباب كم العدد؟ 9 من أعطيه شيخ نظام. يعني المذكور هنا عام جدا، ومثل ما تفضل الإخوان كثير من المشاركين كانوا يعني لا يؤيدون هذا الأمر، فلو قيدنا وقلنا مثلا إذا زادت رسوم الاشتراك في التأمين التكافلي للأفراد عن الأسعار السائدة في السوق زيادة، هو مكتوب كثيرة عرفا، هذا يعني مش مستخدم عند الفقهاء. لو قلتم زيادة فاحشة، فكلمة الزيادة الفاحشة والغرر اليسير والغرر الفاحش وكذا تستعملونه، هي ترجع للعرف يا شيخ. على كل حال لو قلتم زيادة فاحشة وفي إعادة التكافل كذا كذا، فعند ذلك لابد من عرض ذلك على شركات التأمين التكافلي وبيان السبب في هذا. فإن لم تبين بعذر مقبول مثلا عند ذلك يجوز، يعني لأن لو فتحت الباب كل الناس بيقولون هذا الكلام، بيقولون والله أنا زاد السعر هني وكذا. وبعدين احنا يعني من خبرتنا الطويلة مع بعض شركات التكافل وإعادة التكافل، فوجدنا مثلا يأتي أحد مدراء شركة التكافل فيقول والله إعادة التكافل الإسلامي فاحش، أنا بسوي مع سويسري، ثم اكتشفنا أن حضرته يبي يروح سويسرا لأن كل سنة هناك يروح ويعطونا مدري جوائز ومدري شنها وكذا. ومثل هذه الأمور كثيرة جدا يعرفها المشتغلون في صناعة التكافل والتأمين، فلو فتحنا هذا الباب ما في أحد بيأمن لدى شركات إعادة التكافل، وكل الناس يقولون النزر. لكن في نفس الوقت مرت عليه حالات كثيرة زيادة فاحشة جدا ليس لها مبرر، يعني مثلا سيارة واحد يبي 5000 واحد يبي 2000، نفس السيارة نفس المواصفات نفس فأنا أقول له اذهب إليهم وقل لهم لماذا هذه الزيادة، فإذا لم يبرروا فمن حقك تروح أنت عند التكافؤ عند الشركة التقليدية والإثم عليهم. نعم. أنت الآن أجزت فاحشة. نعم. يعني بس نغيرها لفاحشة. طيب كان أجزته بهذا القيد. طيب الإخوة الكرام المتحفظون تقريبا قرابة النصف، هل تغيير كلمة فاحشة يغير الرأي؟ طيب بس حتى نحسمها يا إخواني. الآن مع تغييره إلى فاحشة من متحفظ؟ بس حتى نبت الموضوع ننتقل إلى غيره. رجاءً إخوة
المتحفظ مع تغييرها إلى فاحشة كثيرة عرفاً تصير فاحشة، من متحفظ على الصياغة؟ من متحفظ على الفقرة؟ فإن بقي نفس العدد نحذفها. خمسة أشخاص. كم؟ واحد. خمسة. اثنين. ستة. السؤال الآن كان قرابة النصف، قرابة التسعة من الحاضرين، قرابة النصف متحفظين على الصياغة على الفقرة، فكان الأصل حذفها. الشيخ نظام اقترح تغيير كثيرة عرفاً كما هي الآن أمامكم في الشاشة إلى فاحشة. هل تغيير الصياغة من كثيرة عرفاً إلى فاحشة يزيل الإشكال بمعنى خلاص المتحفظين؟ فمن ما زال؟ أنا قلت أن يجب أننا نكتب هنا إذا زادت رسوم الاشتراكات في التأمين التكافلي للأفراد عن الأسعار السائدة في السوق زيادة كثيرة عرفاً تبونها فاحشة، تبونها كيفكم وفي عيلة، فلا بد من عرض الأمر على شركات التكافل الإسلامية وتبين السبب في ذلك. هذا المهم عندي أنا، مش الكلمة فاحشة ما عندي مهمة أنا، كيفكم تبوا تحطون زيادة كذا كيفكم، لكن أنا عندي أهم شيء لا بد أن نبحث معهم مع شركات التكافل ليش قاعد يتزيد علي السعر، يمكن في شيء مبرر وجيه عنده. فبمجرد أنك تشوف زيادة في السعر تروح تأمن عند غيره؟ شيخ نظام إذا كانت التكلفة على شركة التكافل الإسلامي مرتفعة أصلاً، هو يقول لك أنا هذا التكلفة حقي إيش أسوي؟ طيب مسألة التكلفة قد يكون هذا بالنسبة لك أنت عذر، يعني ممكن تروح لشركة التقليدي، لكن لو 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 بين لك أن فعلاً في أسباب موضوعية وجيهة مثلاً. يعني شيخ نظام ما يخدم هذا الجانب ما لم تكن الزيادة بسبب يرجع إلى المؤمن له، فيقينا لن يكون السبب سبب المؤمن حتى يعرف السبب، فيكون هذا يؤدي الغرض. والله يعني الباب هذا واسع، يفتح الباب أمام الجميع، كل واحد يقول أن السعر زايد وبروح بأمن هني خلاص يعني. طيب أخيرا إذا في شيء بس توافق حتى بس ننتقل إلى غيره. غير منضبط تماما، لأنه كل أحد أنا والله زيادة 5 ريال أقول لا والله زيادة هذه فاحشة، مين الذي يحكم لي إنها هي زيادة فاحشة زيادة ما لا هذا أنت تفتح الباب تماما يعني. أنا عندي اقتراح إن رأيتم مناسب يكون ثالثا من الصور التي يجوز فيها الدخول في التأمين التقليدي وجود إلزام قانوني بالتأمين، ونذكر صورة من الصور ونترك ما تم الخلاف عليه، لأن أنا في ظني لا يوجد فرع من فروع الفقه يجوز ارتكاب الأمر المحرم لزيادة السعر المثل. زيادة السعر المثل إذا أنت تذهب إلى أمر مباح نعم أو مكروه مثل عدم طول نكاح الحرة فينتقل إلى غير ذلك من باب الكراهة نعم، أما أنك تنتقل بسبب زيادة السعر لأمر لا يجوز لا يوجد له نظائر فيما أعرف. فلو قلنا ذكرنا في ثالثا من الصور التي يجوز فيها الدخول في التأمين التقليدي اللي آخر نقطة وجود إلزام قانوني اللي هو رقم 3، ذكرنا صورة وتركنا الباقي، وذكر صورة لا يعني أن نختلف على بقية الصور، الصور هي فيها محل إشكال فتذكر لأنها أمثلة والرأي ما ترونه. الميكروفون لو سمحتم هنا دكتور علي لين يوصل الميكروفون. طيب أنا ودي بس أعلق على موضوع معين. نحن الآن بالنسبة للأبحاث تضمنت النظائر التي اعتبر فيها الفقهاء الزيادة عن سعر المثل موجبا للانتقال سواء إلى بدل أو إلى إسقاط واجب أو مباشرة محظور، ولهذا الفقهاء حتى أجازوا يعني الأكل من اللحم الميتة إذا كان الأكل حلال يزيد على مع المسافة خلاف. المقصود من هذا أن نحن الآن عندنا ضابط شرعي منضبط وهو أن الزيادة الفاحشة موجبا للترخيص، وعندنا إشكالية في التطبيق أن هناك من يسيء استخدام هذا الضابط في التجاوز. طيب إذا هناك إشكالية في التطبيق نحن لا نغير الأحكام الشرعية، هناك من يفهم القرآن فهما خاطئا أنه غير القرآن
فنقول ممكن نضع إجراء يعني إداري أن والله اللجنة الشرعية تتولى تطبيق هذا أو مراقبة عليه، لكن نزيد قيود يصعب تطبيقها الضابط الذي ذكره الشيخ نظام، يعني قد يكون فيه إشكالية أن ألزم الناس بالرجوع إلى شركات التأمين والتفاوض معه. كلام دقيق دكتور، بس الآن لا تنسى الفقرة تعالج جانبين، تعالج جانب الأفراد وتعالج جانب التأمين إعادة التكافل. طبعا بالنسبة لإعادة التكافل أنا أشوف أن الضابط هذا المذكور غير صحيح، لأنه حقيقة فيه إجحاف أن نقول لشركة التأمين أنك يعني أن مهما ارتفع السعر فلا يجوز الدخول إلا عند خوف العجز، هذا فيه إفحاش. طيب تعليق أخير بس حتى نبت في الفضل. السلام عليكم ورحمة الله، بعد الشكر للبنك الأهلي والدكتور حامد وجميع لجان الصياغة، لو أشير هنا إلى جانب الضرر، زيادة الفاحشة التي يتحقق بها الضرر على المؤمن بحكم أنه أصر شرعي يجوز دفعه ورفعه ويكون إن شاء الله يعني مخفف على الأقل للإشكال. طيب تمت إضافتها. طيب أتفق مع الشيخ معاذ في إضافة مثل هذا القيد حتى يخفف فعلا الإشكال، أما حذف البند فأظن المحور كله أقيم لأجل هذه النقطة، فحذفه يستدعي أن ينص صراحة على الحكم الموضوعي فيه. الآن خلاصة الأمر، أضيف قيدان، قيد فيما يتعلق بالجانب المؤسسي على المؤسسات فيما يتعلق بتفسير الهيئة أو بعد إذن الهيئة أو بإشراف الهيئة ورقابتها، فيما يتعلق بالأفراد وكلها يتحقق به الضرر لأجل الموضوع بس الإشارة ذلك، تمت إضافة القيدين. والمتحفظون كذلك سيشار إلى تحفظات بأسمائهم في الحاشية إن بقي. شيخنا أنا أظن أنه بس يوحد الضابط يعني للأفراد وإعادة التكافل أن تكون الزيادة كبيرة يحصل بها الضرر، أما أنه يؤول إلى العجز هذا كلام يعني. دكتور عبد الله مين؟ دكتور جميل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أثني الحقيقة على ما ذكر الدكتور نظام بأن الأمر يربط بالهيئة الشرعية، يعني لا يقرر في موضوع الانتقال للتأمين التقليدي إلا بعد عرض الأمر على اللجنة أو الهيئة الشرعية في البنك للنظر في صحة ما يدعون من زيادة التكلفة. شكرا. دكتور عبد الله. شكر الله لكم جميعا. أنا أؤكد على أنه يعني مثل هذه المسألة جرى فيها الخلاف الكبير، وتبني رأي الآن بجواز الانتقال لمجرد ارتفاع الرسوم الحقيقة مشكل ويحتاج إلى وقت أطول، فإذا كان ولا بد فيشار إلى أن هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف وتحتاج إلى مزيد بحث، كما قلنا في المرابحة بريح متغير مع أنها حسمت أو بمعنى آخر كان الأكثر على توجه المنع، فلذا هذه المسألة خطرة لأنه ربطتها بالضرر ولا ربطتها بالارتفاع الفاحش أو الكثير، هذه التطبيقات متفاوتة، وهذا الحقيقة أيضا سيلحق بشركة التأمين التكافلي عنة. لماذا؟ لأن الكلفة عليها أكبر، ونحن بهذا سندفع يعني بصناعة التأمين التكافلي لانحسار وتأييد الاتجاه للتأمين الآخر نظرا لقضية المعاوضة القائمة على مجرد التعاقد في التأمين التجاري، بخلاف ما يكون من رد للفائض على تفاوت طبعا بين الشركات في هذا وتحول إلى صورية في جوانب كثيرة، فأخشى أن تكون أو أن يكون هذا الحقيقة تأسيس لصورية التأمين التعاوني عندئذ بمثل، فما ما في حاجة يعني زي ما قال الدكتور عبد العزيز حين ممكن ننص على محل اتفاق ونشير إلى محل خلاف أو نسكت عنه، وهذا الحقيقة دكتور حامد ومشكور على هذه الإدارة القديرة ممكن يتكرر في أكثر من محور حتى لا يطول بين الحديث إذا كان الخلاف عريض فيه أثناء الطرح أو أثناء النقاش الآن، إنه يشار إلى الخلاف فيه ويحتاج إلى مزيد بحث. الحمد لله الندوات سواء من البنك الأهلي أو غيره مستمرة يعني. طيب حقيقة وجهة نظر، ولعله دكتور لو تفضلت بإرسالها بحيث أنها يتم عكسها. طيب مين باقي؟ دكتور هناك الأخ خالد. طيب وميكروفون هنا وألين يصل. السلام عليكم. هناك يعني بعض المسائل في نقطة رقم 2. أولا عميل شركة التأمين المباشرة شركة التكافل هو قد يكون فرد
وقد يكون مؤسسة كذلك. فإذا قلنا زيادة رسوم الاشتراك في التأمين التكافلي للأفراد، يعني هذه نقطة، يعني الشركات تتعامل مع شركات التأمين المباشر وكذلك الأفراد تتعامل مع شركات التأمين المباشر، فيجب توضيح المسألة. حقيقة وجيهة جدا، ومجرد ربما حذف كلمة للأفراد يؤدي الغرض. صحيح. طيب تفضل دكتور. يا شيخ حامد، كأنك الآن أنت تعطي، خلينا مثلا الشركات عندها هيئات فتوى شرعية أنت ترجع إليها، بهذه أنت تعطي فتوى لأي أحد بدون أي ضابط للضرر أو للزيادة الفاحشة أو إلى آخره، فأنها إذا وجدت زيادة أنا يعني أنت تقرر الضرر، لأنه هو ليس فرد، ليس مؤسسة، فإذا بموجب هذه بموجب هذا القرار يستطيع إنه كل أحد، أنا رايح أمن سيارتي وجدت والله هذا في التقليدي أرفع بعشرة ريال أقل بعشرة ريال أروح له، فليش إحنا ندخل يا أخواننا في مثل هذا الموضوع؟ وماذا يخدم السؤال؟ ماذا يخدم إننا نقول للأفراد الآن نعطي فتوى بهذه الطريقة للأفراد، أفراد المجتمع ككل، نقول لهم إذا ارتفع وجدت ارتفاع في أسعار التأمين روح للتأمين التقليدي. هذا كلام يعني ليس من المصلحة، احنا نفتح الباب للأفراد أنهم ليس لهم هيئات شرعية وليس لهم ضوابط ولا يعرفوا ضابط السعر الفاحش ولا الضرر أو إلى آخره. والله أعلم. أولاً الأفراد أتفق مع الدكتور آدم، واضح تفسير النص للعوام أو الأفراد سيكون بالهوى، لن يكون هناك أي ضابط. وأقترح فصل رقم 2 أن تكون نقطتان وليست نقطة واحدة، نقطة خاصة بالتكافل بالتأمين المباشر ونقطة خاصة بإعادة التكافل، لأن سوق التكافل يختلف عن سوق إعادة التكافل. سوق التكافل الشركات متوافرة وكثيرة، يعني يوجد أكثر من 250 شركة تكافل على مستوى العالم، السوق السعودي به 40 شركة، ولكن شركات إعادة التكافل وسوق إعادة التكافل سوق ضيق جدا، وكما أشرت أنه يحتضر وينحصر، والشركات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. هذا هي الشركات العاملة، إذا استثنينا شركات إيران والسودان ستجد شركة أو اثنين في النهاية التي تقدم الخدمة. فأقترح فصل هذه النقطة، نقطة خاصة بالتكافل المباشر ونقطة خاصة بإعادة التكافل. وفي إعادة التكافل ذكرنا الحد الأعلى للإشحاف وهو عجز الصندوق، يعني وهذا فيه فسحة كبيرة لشركات إعادة التأمين الإسلامي، أن سعرها المرتفع يكون مقبول إلى الحد الأعلى الذي يجحف بشركة التكافل أو يجحف بصندوق التكافل ويصل به إلى العجز. فنحن لم نترك قيد واضح. الحد الأعلى إلى ما لا نهاية، وضعنا له حد. يعطيك العافية، جزاكم الله خير. طيب جميل. الآن وبالفعل الأخوة ذكروا أنه الأصل المحور ترى أدير لموضوع إعادة التكافل. نعم. طبعا أضيف القيد الآن موضوع تحقيق الضرر، كثيرة عرفا تحقق ضررا، وسينظر في بقية المعالجات إن شاء الله، يعني ستكون إن شاء الله في النسخة النهائية التي تم إقرارها. طيب ننتقل طيب مقترح كذلك هنا الدكتور كان يتحفظ على موضوع انه ربط موضوع جواز إعادة التكافل بالوصول الى العجز، يرى انه هذا اكثر من مما ينبغي. ضابط الضرر هذا كافي للافراد والمؤسسات، ممكن نضع نقول وتضع مثلا الهيئه اللجان الشرعيه الضوابط العمليه لتحقيق الضرر في إعادة التكافل، اما ان نغير احكام شرعيه عشان هنا مكتوب أو أن يكون تصنيفها متدنيا، هذه عبارة مطاطية جدا. يعني شنو تصنيفها متدنيا؟ يعني مثلا عندك شركة تصنيفها A rating وشركة تصنيفها B، فB متدني عن A، فإذا أنت جوزت الحين
أن أنا أروح حق A لأن A تصنيفها أعلى والتكافل تصنيفه B. فإذا كنتم تريدون أن تذكروا التصنيف فلا بد أن تقيدوا ذلك وأن تقولوا أو أن يكون تصنيفها متدنيا بحيث لا تقبل به الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المسؤولة عن المخاطر. لازم تقيدونها بهذا، مش بس تصنيفها متدني، هذا مطاطي جدا. يعني حتى A متدني مقارنة بA بلس مثلا يعني فكلمة متدني دي طيب. كلمة مطاطية ما هي. ممتاز وضع قيد سجلت الملاحظة أنها تقيد فعلا. أنا أتفق مع الدكتور علي في حذف وفي إعادة التكافل بأن تكون زيادة يخشى أن تؤول إلى العجز، هذا في الحقيقة في إشكال، لكن تبقى العبارة الأخيرة ما لم تكن الزيادة بسبب يرجع إلى المؤمن له، ثم تردف بالعبارة اللي تفضل بها وتضع الهيئة الشرعية أو هيئة الرقابة الشرعية ضوابط تحقق الضرر. طيب المحور الثالث، توصيات المحور الثالث، الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسلامية. أولاً الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسلامية. يقصد بالفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسلامية تسجيل المصرف في سجله المحاسبي القيود المحاسبية للعمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بشكل منفصل عن القيود المحاسبية لعملياته التقليدية بما يلائم طبيعة عمليات الخدمات المالية الإسلامية والإفصاح عنها بشكل منفصل عن العمليات التقليدية. اثنين، يهدف الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسلامية إلى ما يأتي: ألف، حماية المعاملات المالية الإسلامية من تأثير المعاملات المحرمة على مشروعيتها ورفع كفاءتها. ب، تحقيق الإفصاح المطلوب لأصحاب العلاقة بتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن توظيف مصادر الأموال الإسلامية في خدمات مالية إسلامية وسلامة إجراءات تنفيذها. ثلاثة، الفصل المحاسبي من متطلبات الجهات المرجعية لمهنة المحاسبة والجهات الإشرافية على النوافذ الإسلامية، وهو ما يدل على إمكان تطبيقه على النحو الذي يحقق الهدف منه. ثانيا، تلقي النوافذ الإسلامية أموالا تلقي النوافذ الإسلامية أموالا يلتزم باستثمارها بطريقة شرعية. واحد، يجوز للمصرف ذي النافذة الإسلامية تلقي أموال يلتزم باستثمارها بطريقة شرعية كالمضاربة والوكالة بالاستثمار الالتزامات الإسلامية مع خلطها في وعاء المصرف العام بالشروط الآتية: ألف، أن يتمكن المصرف من معرفة بالأحكام الشرعية المتصلة بتعاملاته، ويتحقق ذلك بأن يكون له لجنة شرعية يلتزم بما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات. ب، أن يكون للمصرف نظام إداري ورقابي ومالي يحقق الالتزام بتوظيف أموال المستثمرين بالصيغ الشرعية. جيم أو تاء، أن يلتزم المصرف بالفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية في ضوء الفقرة رقم واحد من أولا. اثنين، يجوز للمصرف ذي النافذة الإسلامية إصدار صكوك دعم رأس المال الشق الأول تير 1 بصيغة المضاربة أو الوكالة بالاستثمار إذا توافرت الشروط السابقة. ثلاثة، لمعالجة الإشكال الشرعي في صكوك دعم رأس المال الشق الأول تير 1 والذي يتمثل في عدم حماية أصول المضاربة أو الوكالة بالاستثمار من دائن المصرف عند إفلاسه، فقد طرح هذه دكتور حمد المحور اللي انتقل الآن حذف، فكل يعني كل هذا المحور غير موجود، احنا على طول اللجنة رأتها. طيب لكن منعكس في الأوراق اللي معكم. طيب من وين ال طيب ثانية طيب معيش بس حتى يعرف الإخوة وين ال ثانياً، متطلبات الفصل المحاسبي للأموال في البنوك ذات النوافذ الإسلامية. يجب على المصرف ذي النافذة الإسلامية أن يتخذ وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها الأساليب والمعالجات المحاسبية بما يحقق المتطلبات الآتية: واحد، تمييز العمليات والأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية برموز خاصة كودز عن الرموز الخاصة للعمليات والأموال المتعلقة بالخدمات المالية التقليدية. اثنين، تسجيل جميع مصادر الأموال التي يلتزم البنك باستثمارها وفق الضوابط الشرعية وتقييدها في حساب تجميعي باسم مصادر الأموال الإسلامية. ثلاثة،
تسجيل جميع الأصول المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية في حساب تجميعي باسم أصول الأموال الإسلامية. 4. يعين في سجلاته المحاسبية الأصول الإسلامية التي استثمر فيها مصادر الأموال الإسلامية. 5. تحسب المصروفات المباشرة لاستثمار مصادر الأموال الإسلامية. 6. إذا اقتطع المصرف من أرباح مصادر الأموال الإسلامية احتياطيات لتعويض الخسائر أو للمحافظة على التوزيعات النقدية أو لغير ذلك من الأغراض، فتقيد هذه الاحتياطيات في حسابات داخلية للمصرف مخصصة لهذا الغرض، ولا تستثمر هذه الحسابات إلا في أصول إسلامية. 7. يتحمل المصرف المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التسويق المتعلقة بأعماله. 8. لا يجوز تحميل الأصول الإسلامية أي مصروفات أو خسائر أو احتياطيات تتعلق بالخدمات المالية التقليدية. 4. علاقة الفصل المحاسبي بالحوكمة الشرعية للنوافذ. 1. يجب على البنك ذي النافذة الإسلامية التحقق بشكل دائم من زيادة الأصول الإسلامية على مصادر الأموال الإسلامية في المركز المالي للبنك. 2. يجب على البنك إدارة السيولة المتعلقة بمصادر الأموال الإسلامية وفقا للضوابط الشرعية سواء في حال الزيادة أو النقص. 3. على البنك ذي النافذة الإسلامية إصدار تقرير دوري معتمد من اللجنة الشرعية في البنك، بحيث يؤكد التقرير على أمرين: ألف، أن قيمة الأصول الإسلامية في البنك في جميع الأوقات تزيد على مصادر الأموال الإسلامية. ب، أن جميع العوائد التي وزعت على مصادر الأموال الإسلامية نتجت من الأصول الإسلامية ولم تكن من عوائد التعاملات التقليدية. 5. يوصي المشاركون في الندوة بالآتي: ألف، قيام الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك بإصدار ضوابط ومعايير لتمكين البنوك من تحقيق الفصل المحاسبي في البنوك ذات النوافذ الإسلامية. ب، دراسة الحكم الشرعي لإصدار البنوك ذات النوافذ الإسلامية لصكوك دعم رأس المال. هذه التوصيات. تسمح لي؟ أنا عندي تعليق من أول على موضوع زيادة الأصول الإسلامية على الإلزامات الإسلامية. يعني هذا الضابط أصلاً وضع من زمان من الهيئات الشرعية بسبب عدم قدرة البنوك على الفصل، في ذيك كان الادعاء بهذا، فكان يقولوا خلاص خلوا دائما أرقام الأصول الإسلامية أعلى من الالتزامات الإسلامية، وبذلك نتأكد أن جميع الالتزامات الإسلامية استثمرت في أصول إسلامية. الآن وضع الضابط بهذه الطريقة يعني ما أظن أنه يخدم الهدف أصلا من فصل السجلات. أنا أعتقد الهدف من فصل السجلات عدم استخدام أي فوائض في الالتزامات الإسلامية في الأموال التقليدية، بغض النظر أنه استطاع أن يزيد الأصول الإسلامية أو لم يستطع. يعني ما ليش كتبنا هنا أنه يجب دائما أن تكون الأصول الإسلامية أعلى من الالتزامات الإسلامية؟ لماذا؟ هذا الضابط قديم من أول موجود، أصلا موجود بسبب عدم الفصل. الآن التأكيد عليه بعد الفصل، ما الفائدة من الفصل؟ طيب أنا سويت الفصل على أساس أن إذا صار عندي فائض في الالتزامات الإسلامية لا يستخدم في الأصول التقليدية إلا بسياسة تحكم ذلك أو نظام يعني. فأعتقد يعني يجب أن نؤكد هنا على عدم استخدام الالتزامات الإسلامية في الأصول التقليدية بأي حال من الأحوال، إما نقول كذا أو بناء على ضوابط الهيئة الشرعية. أما أن نقول يجب أن الأصول الإسلامية تزيد عن الالتزامات الإسلامية، ما هو التقدم الذي الآن أوجدته بعد فصل السجلات؟ كان تعليقي على مسألة التيروان، لكن إجابة على الأستاذ، يعني لو قلتم ألا أن تكون الأصول الإسلامية مساوية للالتزامات أو أكثر منها، فعند ذلك يتحقق ما ذكرتم، لأن التساوي يتحقق بهذه الضوابط الأخرى. فصحيح ليس من المشروط أن يكون أكثر، لكن لا يقل، إما متساوي أو أكثر. إذا وضعت هذه القيود ما أظن في إشكال، يعني على ما تفضلتم. بس أنا كلامي عن التير 1 أقترح أن هذا كل ما ذكر في التوصية بما يتعلق بالتير 1 أنه يحذف ولا يذكر إلا أنه يحتاج إلى مزيد بحث.
التير 1 هذا كوزاي كابيتال، يعني هو سهم في الحقيقة، فكيف تطلبون أن نجوز سهم لبنك ربوي؟ لأن أنتم تقولون أن هذا الآن نافذة وأنه لم ينفصل، فلم تصبح شركة مفصولة. فإذا كل ما يأتي من كابيتال من رأس مال، فالفرق بين التير 1 وبين السهم الحقيقي هو التسجيل فقط، وإلا كل الحقوق، جميع الحقوق التي تترتب على السهم هي مترتبة على التير 1 كابيتال، ويمكن في بعض الأحيان يعني أصحاب التير 1 لهم أكثر من الأسهم. فالأسهم ما يمكن في حالة عدم وجود شركة مفصولة، فهذا يعني لا داعي له ذكرا هنا. دكتور حذف ثانيا كامل كل ما يتعلق بالتير 1 حذف بشكل كامل. نعم تمام. دكتور علي ثم اللاقط في الصف التالي. الله يهديك. في توضيح النقطة اللي أشارها الأستاذ حمزة، الآن الفصل المحاسبي أو النظام المحاسبي هي الأداة التي تعكس أداء المصرف، سواء استثمر بأكثر أو بأقل. بمعنى أنه لو افترضنا أن أجرينا فصلا محاسبيا ثم البنك خالف واستثمر أصول إسلامية أو مصادر إسلامية في استثمار محرمة، الفصل المحاسبي سيكشف هذا الشيء. إذن إحنا الآن نحتاج إلى أداة أخرى، الأداة الأخرى هي الآن هي زيادة أو كما ذكر الشيخ أن تكون أصول الأصول مساوية للالتزامات أو تزيد عليها. إيش رأيك يا شيخ بدل ما نقول كذا نقول يجب في حال الفوائض البحث عن قنوات استثمارية أو الاستثمار في أصول استثمارية إسلامية تغطي هذه الفوائض؟ جميل. أفضل من أن نقول يجب أن تكون أعلى، يعني عشان لا ألتزم بنفس الضابط السابق اللي موجود من زمان. جميل. الآن في الحالة هذه إذا إحنا الآن نقول الفصل المحاسبي هذا متطلب صح زين ثابت، علاقته بالحوكمة في القضية الثانية صح، أنه لما تكون الأصول مساوية للالتزامات أو للمصادر صح، نحن الآن نعرف أن البنك طبق الحوكمة سواء في مسألة الاستثمارات أو في إدارة السيولة، هي فقط إعادة صياغة بقول. فإذا صارت إذا زادت الاستثمارات يجب البحث عن أصول إسلامية يستثمر فيها مثلا، يعني بدل ما ألتزم بنفس الصياغة السابقة يعني. بس تكون مساوية حتكون كفاية. في تعليق كان هنا وأبشر أرجع لك دكتور تفضل. بسم الله. الحقيقة أنا الآن أستغرب أن نريد أن نتخلص من الضابط السابق. الضابط السابق يحقق جزء مما إحنا نصبه إليه، أن تكون الأصول الإسلامية أعلى من الالتزامات الإسلامية. الأستاذ حمزة تكلم على أنه الفوائض الموجودة في عملية مثلاً صكوك المرابحة، هذه الفوائض نريد أن نضمن أنها تستخدم في برضو أصول إسلامية، استثمارات إسلامية. الهدف إحنا لما إذا جينا إلى مثلاً صكوك الشق الأول فنجد أنها مقيدة بعائد متوقع وما زاد عن عائدها المتوقع، لن يعود بالتالي المضاربين بشيء. العائد المتوقع هو المطلوب عند المضاربين مثلاً في 5%. أضف إلى أنه أنا لا أتحدث ترى عن الصكوك أبداً، أنا أتحدث عن الالتزامات الإسلامية بشكل عام. أتكلم الآن عن الضابط أنه غير كافي أن يكون الالتزام الأصول الإسلامية أعلى من الالتزامات. فإحنا الآن نعم صحيح نريد أن جميع الالتزامات الإسلامية أن توظف وظائف توظف الأصول الإسلامية صحيح، ولكن حتى بعد ما آلها إلى البنك ودنا أنه يوظفها في توظيفات إسلامية، لذلك نرجع إلى نفس المعيار بأن يجب أن تكون الأصول الإسلامية أعلى من التقليدية. طيب. ما نريد أن نخفي جوانب الاشتراطات في عملية العمليات الاستثمار بأنها دائما تكون مرتبطة بعائد متوقع، فللتفرقة ما بين المضاربة فالتفصيل اللي ورد في الفقرات بأن بتسير أموال المضاربة أو محفظة المضاربة أعتقد أنه تفصيل زائد عن الحد. فإحنا نريد أن نقف إلى ما هو حق للمستثمرين فقط. هذا حذف من النسخة الأخيرة اللي تلوتها الآن حذف. طيب بس أرجع لك دكتور، الآن عندنا مقترحين على الفقرة الآن سنبقيها كما هي عليه. عندنا مقترح الشيخ نظام اللي هو بمثله أو زيادة،
أنه ما يكون زيادة الشرط، بمعنى هذه واحدة. والأمر الآخر كذلك النص على موضوع استخدامات الأموال، إيضاحها أنه الغرض من ذلك لا تستخدم إلا في أصول متوافقة مع الشريعة. كلا المقترحين دونت وسيرجع لها. أسمح لي دكتور عبد الله، بس الدكتور موسى ثم أرجع لك. طيب، المقترح جيد فيما يتعلق بأنه أن تساوي الأصول والخصوم تساويها والآخرين، لكن السؤال هنا فني ودقيق، أنه مصادر الأموال دايناميك، بينما أنت لما تجي بتقيس على لحظة استاتيك، فهمتني؟ بمعنى أنك أنت هل ستقيس يومياً؟ فالمسألة يعني يمكن إذا بتقيس كل 3 أشهر في كذا، خلال 3 أشهر كذا مرة يحصل نوع من يعني الخروج من هذه القاعدة، لكن تجي أنت في اللحظة بتاعت 3 أشهر تقيس تلقى والله is okay equal. فهذه المسألة يجب أنها تضبط، هذه المسألة يعني يجب أنها يعني تذكرها، تقصد يعني تكون يومية؟ والله لو بقت يوميا انا يعني القصد من فصل السجلات عن طريق النظام وليس بتدخل يدوي من البشر. ممتاز، انها تكون يوميه اوتوماتيك خلاص. هذه جيد. النقطه الثانيه التي يجب ان تضاف، الذي يتصرف في يعني لا 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 يمكن اننا نفترض ان هنالك اداره للخزينه تابعه بالنسبه للاداره الاسلاميه، انما الخزينه دائما هي موحده. فماذا إذا كان قامت هذه الخزينة باستثمار هذه الأموال؟ يجب أنها ينص على هذه المسألة، لا يقال إنه هذه الأرباح الناتجة عنها يجب أنها تقاس ويجب أنها تصرف في أموال. يعني تعرف الخزينة أنها إذا استثمرت في يعني أصول محرمة إنه هذا البنك لن يستفيد منها وستصرف إجبارا أو إلزاما في أوجه الخير. أي نعم. واضح. طيب الدكتور عبد الله. نعم. اي نعم، جزاكم الله خير. هي الفكرة الأساسية، وكما ذكر الأستاذ حمزة الدكتور حمزة، انه فعلا يعني انا ممكن اشترط انه اذا زادت الأصول على الالتزامات، عفوا الالتزامات على الأصول، تستخدم في أصول إسلامية، لكن الواقع الآن إنه هذا قد يعني يؤدي بها إلى الاستخدام في أصول غير إسلامية. فالفكرة هي عملية ضبط، فالجمع بين الضابطين يحقق المقصود، بأنه يعني نشترط هذا ونبقيه كما هو في الصيغة، ونضيف عليه ما ذكره الأستاذ حمزة بأنه أيضا يتم استخدامها، مع أنه الحقيقة الثاني لا حاجة إليه، لأنه المسار كله في يعني الضبط الشرعي، فأنت ما تحتاج إلى هذا الاستخدام اللي كانت قائم عليه، يعني أنها تستخدم في أصول إسلامية، هذا مفروغ منها أصلا. هذه نقطة. أنا ما أدري فيما يتعلق بالصكوك، أشوف الإجمال فيها موهم وفيه إشكالات، هل تبقى هكذا كما هي ولا حذف الدكتور؟ حذفت تماما. جميل، ما شاء الله وصلنا إلى توافق. بالنسبة لي ثانيا، تسجيل جميع مصادر الأموال التي يلتزم المصرف في استثمارها لا زالت موجودة ولا لا؟ أنا كأنني طلعت عليها أنها موجودة لا زالت. وين تقرأ؟ في أي؟ أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا؟ في ثالثا. ثانيا؟ اثنين. ثانيا حذف بكل ما فيه؟ لا، اثنين، تسجيل جميع مصادر الأموال. دقيق، لا، ثانيا في الورق، ثانيا في الورق محذوف بالكامل. لا، تسجيل جميع مصادر الأموال ظهر لا زالت موجودة. هذه التي يلتزم المصرف في استثمارها. جميل، في ثالثا هذه موجودة؟ ثالثا. نعم. عندي بس تعديل فيها، لأنه ذكر هنا تسجيل جميع مصادر الأموال التي يلتزم المصرف في استثمارها وفق الضوابط الشرعية وتقييدها في حساب تجميعي يدل عليه أو رمز. ما لا داعي أن نقول لازم نكون تسمونها الالتزامات الإسلامية. افرض أن حطيناها باسم مباح كرمز، فنقول في وتقييدها في حساب تجميعي يدل عليه أو رمز كود، يعني مثل إن رأيتم ذلك. جميل جميل، دونت، ممتاز. يعني صارت واجب إنه اسمه كذا، يعني بينما هذا على سبيل المثال. واضح. أي ملاحظة أخرى أو مناقشة الدكتور الشيخ؟
بالنسبة للموارد الشيخ في الثلاثة من إصدار تقرير دوري معتمد من لجنة الرقابة الشرعية، ألا يمكن إضافة وجود التأكيد مراجع خارجي على مسألة التأكد من فصل الحسابات بشكل كامل، بحيث يكون الاعتماد من الناحية الشرعية وأيضا من الناحية المحاسبية؟ دونت الفكرة، واضح يعني تكون أداة مساعدة للهيئة للتحقق الإضافي من الفصل، دونت الملاحظة، يكون ينص على ذلك أيضا حتى يكون أيضا يعني أكثر راحة من وجود متخصصين محاسبيين في هذا صرحوا بالفصل كذلك. واضح، دونت. أي ملاحظة أو توضيح فيما يتعلق بالمراجع الخارجي؟ لا شك أنه إدخال المراجع الخارجي هذا يعني أكمل وأفضل، لكن في الضوابط اعتمد الحد الأدنى اللي هو النظام الداخلي، لأن إدخال المراجع الخارجي يحتاج إلى تنظيم يعني قانوني مع البنك المركزي مع هيئة المحاسبين المراجعين، فما يمكن إدخالها إلا بعد ما تحقق من إمكانها أصلا. يعني إدخال المراجع الخارجي في هذا الضبط يعني نقول هو أكمل، لكنه لا يلزم منه عدم الجواز. حتى لو أشير لها على سبيل من الأفكار أو كذا، لأنه حتى تتعامل مع الصناعة عالميا يعني. جميل. أي ملاحظة أخرى؟ تعقيب؟ طيب، جزاكم الله خير. نكرر مرة أخرى، نرجو من الآن الإيميل الموجود على الشاشة، نرجو من أصحاب الفضيلة إرسال الملاحظات، التعقيبات، التعديلات على هذا الإيميل، بالإضافة إلى مشاريع أو مقترحات لموضوعات إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله، وستصل خلال أسبوعين، المطلوب كرماً وفضلاً خلال الأسبوعين الخميس بعد القادم، خلال هذه المدة إرسال أي تعقيبات أو ملاحظات، ومرة أخرى سيذكر الاسم والتعقيب إذا لم يكن هو معكوساً في أصل التوصيات، فسيذكر التحفظ بالاسم في الهامش. نعم، تفضل. الإخوة الإيميل هذا لو تشاركوا أيضا مع جميع حضور كل اللي كان موجود هنا، لو تشاركوا بالواتساب على أساس أنه الناس اللي عندهم تعديلات على اللي حضروا أمس وما حضروا اليوم ممكن برضو يشاركونا تعديلاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفق ويسر من مناقشة المحاور والمسائل المهمة في هذه الندوة المباركة على بساط الإنصاف وبالرجوع إلى مراجع الفقه ومصادر الشرع وبالتصور الصحيح الناشئ عن أهل الخبرة والاختصاص. ولا يسعنا في ختام هذه الندوة إلا أن نشكر مشايخنا وعلماءنا الكرام وكل الباحثين والمعقبين الذين بذلوا جهدهم لكتابة هذه الأبحاث والتعقيبات التي كانت هي محور المناقشات على مدى يومي الندوة، وكما نشكر كل المهتمين بالفقه الذين بذلوا من وقتهم وتجشموا عناء السفر للحضور والمشاركة في هذه الندوة، كما لا يسعنا إلا أن نشكر البنك الأهلي السعودي وإدارته التنفيذية التي ساهمت ودعمت وسعت في إنجاح هذه الندوة. ومما لا يخفى على كريم علمكم أن فقه المعاملات المصرفية فقه متجدد وسريع التطور، ونسعى في هذه الندوة المباركة على مواكبة هذا التطور ومناقشة كل ما يستجد من مسائل فقه المعاملات. وقد قصد لهذه الندوة المباركة منذ انطلاقها أن تكون متنوعة في موضوعاتها، متميزة في طرحها، عميقة في معالجاتها، في سبيل إيجاد حلول لمستجدات الواقع في ضوء ثوابت الأصول. ولأجل هذا فإن موضوعاتها يتم اختيارها بعناية فائقة، وبمثل ذلك يجري اختيار الباحثين والمعقبين والمشاركين كما رأيتم. لذلك نود من مشايخنا وعلمائنا الحضور إن كان هنالك أي موضوع ترونه مهم لمناقشته ومدارسته في الندوة القادمة، فنأمل إرساله على البريد الإلكتروني المنشور نفسه هذا. ونذكر أن كل التوصيات والآراء التي حولها هي محل اهتمام بالغ لنا، ونأمل من الجميع إرسالها على البريد الإلكتروني المنشور لهذا الغرض خلال أسبوعين من وقت انتهاء هذه الندوة. ونلقاكم بإذن الله وأنتم في صحة وعافية في الندوة القادمة. نسأل الله أن يجعل جهودنا
جميعا خالصة لوجهه الكريم، ونحمد الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الندوة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.